على الصعيد الميداني، قالت كتائب القسام إن مقاتليها دمروا 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور القتال المختلفة خلال اليومين الماضيين. وأضافت الكتائب أن مقاتليها دكوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال وألحقوا بها خسائر محققة. كما أعلنت أن مقاوميها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105. وقالت الكتائب في سلسلة بيانات عبر منصتها على تليجرام إن مقاتليها دمروا 5 دبابات جنوب غربي تل الهوى وأخرى شمال غربي مدينة غزة، إلى جانب تدمير دبابتين في بيت حانون وآليتين في منطقة الفرحين شرق خان يونس.